تاني حاجة، هل شكل الله ممكن ترجع لشكل محمد سامي تاني ولا لا؟ السؤال التاني أنا مش هقدر أجاوب عليه للأسف. يا جماعة لو سمحتوا يا أساتذة، إحنا بنتكلم على مسلسل لحم غزال، كل الأسئلة خاصة بهذا العمل. أنا بس عايز أقول حاجة والنبي يا جماعة عشان أدي كل ذي حق حقه. أنا بشكر أستاذ محمد أسامة جدا جدا، لأن لولاه ودي حقيقة، الممثلين طلعين في أحسن 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 حالتهم، ما كانش بيسيب ممثل ومن ضمنهم أنا. وكانت ساعات بيبقى فيه حاجات بتروح مني، يسيبني أعمل أول مشهد ويجي يقول لي على فكرة احنا هنا وجايين من هنا، فاكرة ولما كنا هنا يا غادة لو عملنا هنا. فأنا قلتها له آخر المسلسل، قلت له يا أستاذ محمد روح يا شيخ ربنا يكرمك، لأنك بجد لو ما كنتش موجود مع الممثلين دول، لأن في مخرجين، مش كل المخرجين طبعا ما أقصدش، بيهتم بشغله هو أكتر من أي حاجة تانية، بالذات لما تجيله فرصة زي دي. فلما توصل إنه هو يحط مصلحتنا على مصلحته، يبقى ده مخرج محترم. هو ده اللي بقول عليه، ان المخرج لازم يكون محترم امين مؤدب، عشان هي دي السمة الاساسية للمخرج الصح، مش ان هو يبقى شوي واوي، ده مبقاش مخرج. وكمان لما يكون لسانه غلط لا يصلح ان يبقى مخرج وقائد عمل.